أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وما دام اللي أنزله هو اللي عارف السر في السماء والأرض، يبقى لا يوجد تضارب بين منطوق القرآن ومنطوق الأكوان. لأن اللي خالق دي لو أن اللي قايل ده غير ده كان يبقى معقول، إنما اللي قايل ده هو اللي عارف الإيه؟ هو اللي عارف السر. إنه كان غفورا رحيما. طب ودي قالها ليه؟ برضو الجماعة اللي هو بيقرعهم دولي بيترك مجال لهم عشان يتوبوا، ولذلك النبي يقولون نموتهم، يقول لعل الله يخرجوا من أصلابهم مش عارف ايه. وبقى الصحابة يزعلوا لما واحد من الكفار ده ينفد من المعركة، جعلوا لنفد خالد بن الوليد من المعركة وعمر بن العاص، يقول لك بقى كنا عايزين نفرتك دول، ما يعرفوش ان ربنا عاين خالد عشان يبقى سيف الله، ده عاينه لكم مش هو مخليه ضدكم، ده عينه ليه؟ لايه؟ لمصلحتكم. وبعدين قال انه كان غفورا رحيما حتى لا يقطع مجال العوده الى الايمان بمحمد على من كان كافرا بايه؟ بمحمد. وبيقولون برضه لما تامنوا وترجعوا الى الحق انا عاقل لكم الايه؟ الموقف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يبين لك دي صوره حتى في النزع العاطفي. يعني حمزة كان حبيب عمه وكان مسميه أسد رسول الله، وبعد ذلك يقتل بحربة وحشي اللي سلطته مين؟ هند. وهند ما تكتفيش بإن وحشي يقتل حمزة، بل تاخد كبده كده وإيه وتقعد تلوكه فيه. شوف بقى التمثيل يعني قد إيه. وبعد ذلك تسلمه هند، تبايع النبي، وكأن المسألة ما انتهتش، العطفة كلها راحت وانتهت المسألة. وفي الناس واحد بيقولوا سيدنا عمر رضي الله عنه بيقولوا اللي فات ده قاتلوا أخيك زيد بن الخطاب اللي فات وده اللي قتله في الحرب بتاعه، فبص كده وشافه وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام. طب أنا أعمل فيه إيه؟ لم بقى أسلم يا رسالة عامل، خلاص انتهت المسألة. إنه كان إيه؟ غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول، أكن أصل كلمة ما لهذا الرسول كأن ما المال هذا، اسمعنا يعني الرسول ده اللي يعني نبعث وعمال ياكل ويمشي في الأسواق عشان يكسب عيشه وبتاعه وحاجات دي. طب هم كانوا شافوا الرسل ما بياكلوش الكلام ده، لو انهم شافوا رسل ما بياكلوش كانوا يقدروا يقولوه. وبعدين هيقول الايه بقى اننا ما ارسلنا رسول الا كانوا ياكلون الطعام ويمشون في الايه الاسواق، فليس لقولهم هذا حجه من واقع عشان يستدركوا بها على المين؟ على الرسول. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. طب ما يا سيدنا عايزين ايه؟ لولا أنزل إليه ملك. الله، الملك صحيح ما بيأكلش وإيه ويشرب، طب ينزل الملك يعمل إيه؟ يعني يسنده. طب وما دام أنتم عارفين إنه لو نزل ملك يسنده يبقى معناه هيغير الكلام اللي بيقوله، ولا هو الكلام اللي بيقوله هو يبقى الملك إيه هيعمل إيه؟ مش هيجيب حاجة زي ده، يبقى كلام برضه كلام سفسطة. فيكون معه نزيرا، من كلمة فيكون معه نزير ما جابوش بشير أبدا، مما يدل على اللدد واللجاج في أنهم مش هيؤمنوا، ولذلك لن يفارقهم الإنذار. أو يلقى إليه كنز، ربنا يبعث له كنز عشان يعيش إيه؟ يعيش منه، وبعدين يتنزله شوية بعد ملك ويبقى نزير يقولوا يبقى كنز عنده. طيب أو إيه تاني يا سيدي؟ أو تكون له جنة يأكل منها، حتى بستان كده فيه الزروع في الإيه. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. رجل المسحور ده، المسحور هو الذي السحر ذهب بعقله، وما دام السحر يذهب بعقله العقل هو بيرتب التصرفات وبيختار البدائل، وما يمكنش يكون المجنون اللي فاقد العقل منطقي في تصرفاته ولا منطقي في كلامه، يبقى عمال ايه اسمها عطرشه. فالحق سبحانه وتعالى يقول لهم تعالوا بقى واقعوا، انتم بتعظموا محمد
وتسموه الامير وبتعملوا مش عارف ايه وبتعملوه ايه وبتعملوه ايه وكده. طب ده دليل عليه تصرفاته ايه؟ تصرفاته سليمه. ولذلك قال ما دام تصرفاته سليمه وخلقه خلق مساوي بيستعمل الحكمه والحق في كل تصرف ما يبقاش مجنون. ولذلك هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا وانك لعلى خلق. يبقى وجود الخلق اللي يسوي تصرفات الانسان تصرفات مسعده غير مفسده يبقى ده مش مجنون. طيب انتوا بتقولوا عليه مسحور ولا بتقولوا عليه ساحر؟ هما بيقولوا ساحر. فمسحور نقول لهم خلقه سليم ادي واحد. ساحر عمل ايه يعني؟ قال لك سحر الناس اللي بيؤمنوا به دول. قال الله طب ما دام سحر اللي بيؤمنوا به ما سحركوش انتوا رحلين ليه وتنفض الحكايه واللاجك ده ينتهي وخلاص؟ يبقى ما دام يبقى مش سحر يبقى كلام اسمه ايه؟ اسمه اضطراب في المجابهة مش عارفين يقولوا ايه. نعم. انظر تطمين لسيدنا رسول الله كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا لتكذيب. يقولوا دي يقولوا دي يقولوا دي يقول لك شاعر. طب شاعر ايه؟ انتوا عارفين الشعر. طب عمره قال شعر؟ ما عمروش قال شعر. ده حتى رواية الشعر ما استقامتش. كان لما يروي شعر عشان يستشهد به يكسر البيت ما يستشهدش. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. مش هو طبيعته تأبى الشعر؟ بس هو ما يصحش ما يليقش له انه يبقى ايه شاعر لان الشعراء يتبعهم الغاوون ويقولون ما لا يفعلون ومش عارف ايه بتاعه ولا ما ينفع. مش لان طبيعته ما لا ما ينبغي. كانت ساعة ما تقول ان فلان لا ينبغي له ان يفعل كذا ان هو عنده قدر ان يفعله يقول لك ما ينبغي لفلان انه يكذب ويحرف وبتاع. لان كان عايز يكذب عنده ملكة توضب الامور وتلفق المسائل ويكذب ويبقى على الاول. انما ما ينبغيش له انه يعمله. نعم. انظر عشان تطمئن الى ان ده كله هراء وكل اللي بيقولوا كده انه متعارض ومتضارب. مسحور سحروا غيره. ساحر هو اللي بيسحر الناس لا دي نفعه ولا دي ايه ولا دي نفعه. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا. ضلوا عن المثل الذي يصدق فيك ليجعل الذين امنوا بك يرجعون عن الايمان والذين لم يؤمنوا يصرون على الكفر. ما فضفوش مثل واحد. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا اي لم يستطيعوا ان يضربوا مثلا ينطبق عليك حتى يؤنبوا اللي اسلم بيك وحتى يشجعوا اللي كفر ايه كفر بيك فلا يستطيعون سبيلا الى ايه الى ذلك. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك. اي برضو قد تبارك. تبارك هنا بقى المعنى اللي يصلح هنا برضو هو فيه برضو عظم قدرك وتعالى تنزيهك وعظم خيرك لانه فيها عطاء. أقول تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات. دي من عطاء ولا لا؟ يبقى من تبارك بمعنى عظم ايه؟ عظم خيرك. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك اي من الذي قالوه. وهم في ايه ثانيه بقى هيقولوا وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه للأرض ينبوع أو تسقط السماء كما زعمت علينا إيه أو تأتي بالله والملائكة إيه قبيل أو يكون لك إيه بيت من زهر أو ترقى في السماء. كل دي إيه ولا نؤمن لرقي. طب أنتوا أنتوا ترقى في السماء. قالوا برضه والله لو رقيت برضه مش هنؤمن. قال لا يبقى ده عاند ده ولا لا عاند. نعم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل المسألة بتاعتهم هم مش عايزين يأمنوا بيك. ليه؟ لأن مش من مصلحتهم الإيمان. ليه مش من مصلحتهم؟ لأن الإيمان بيقول لهم ده في ساعة هتقوم وهتتحاسب وهم عايزين يلغوا في الاستهتار والمعاصي فبيكذبوا نفسهم. مش عايزين الكلام ده يبقى كده. ولذلك كل المسرفين على أنفسهم في الدنيا الناس اللي بيعملوا ماديين واللي بيعملوا مش الحاديين واللي بيعملوا فلسفه واللي بيعملوا مش عارف ايه نفسهم ان قضيه الدين دي يبقى كده.
لانها لو كانت صدق هتبقى بلوه كبيره عليهم قوي. فيقول لك لا مش معقول، لا مش معقول. ليه؟ لانها لو معقوله تنكد عليهم عيشتهم، فمن مصلحتهم ان الكلام ده يطلع ايه، انه يطلع كده. بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا. اعتدنا وهيئنا له، اعددنا له. ليه؟ لانه عدم ايمانه بالساعه هو اللي جاب له كل ما فيه. قال له لو كان يؤمن بان في ساعه وهيلتقوا مع الله ويحاسبهم يمكن كانوا ايه، اهتدوا واعتدلوا وخافوا منه. السعير ده بقى بدي ربنا بده يوصفه بقى، قال ايه؟ اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. السعير يعني النار، ونار مسعوره، مسعوره يعني ايه؟ المسعور هو الذي يلتهم ما امامه، زي ما نقول عندنا كلب ايه، كلب مسعور. السعير ربنا بيقول اذا راتهم من مكان، قبل ما يدخلوها كده تتأمرش لهم زي ما بيقولوا، وسمعوا لها التغيظ. ما هو التغيظ؟ التغيظ هو ألم في النفس وجداني يخلي الواحد بده يتفرتك، زي ما بيقولك ايه، انا حطق من جنابي، سيبني انا حطق من جنابي. ليه يعني حطق من جنابي؟ اكني في غيظ في الداخل اكبر من جوفك، وما دام اكبر من جوفك هيعمل ايه؟ يخلي جوفك كده يتفرت. ولذلك هيقول فيها تكاد تميز من الغيظ. تميز يعني ابعضت تسيب بعضها، يقول لك سيبني دلوقتي احسن من ايه، مش طايق حد. ايدي تكاد تميز من الايه، وسمعوا لها تغيظا غيظ. قال لك ايه؟ لان الكون المسبح الحامد الشاكر اللي بيسر من الطائع ويبسط، يزعل من العاصي ولا مش يزعلش من العاصي؟ ولذلك ليه لما قالوا ان الوجود كله، حينما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح الوجود كله، جماد ونبات وحيوان والبشائر كلها في الكون. ليه؟ أم قال لك لان الجماد والنبات والحيوان مسبح، وبعدين يشوف ولاد الكلب الكفره عمالين بيكفروا، يبقى من غض منهم ولا لا؟ ولذلك يقول لك نبى بهم المكان من كفرهم، يعني المكان متضايق اللي هم قاعدين فيه، فلما يشوف لهم عذاب جاي يبقى مبسوط ولا لا؟ ولذلك يقول له ايه؟ اذا سمعوا لها ايه؟ شهيقا وايه؟ دي تغيظا وايه؟ وزفير، انما هيجي فيها ايه؟ في آية ثانية الشهيق. نعم. شهيق، في شهيق وفي زفير. الشهيق انك تاخد الايه؟ النفس. الزفير انك انت تطلع الايه؟ تطلع النفس. فالحق سبحانه وتعالى بده يوصف الصوره دي، اللي بيقول ان لما تيجي تقول ايه؟ هل من مزيد؟ لما يقول لك ايه؟ انت لاقي انبسط، يعني زي ما تقول الواحد بياكل شبعت، تقول له لا هات لي كمان. فبيقول ان انا شبعتي انبسطت يعني كده وعملت فيهم اللي انت نفسك تعمليه من زمان، فتبقى تقول لا هات كمان. هل من ايه؟ ايوه، هل من مزيد. واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، اللي هو النفس اللي ايه؟ اللي خارج منه كده. وهناك آية تانية، اذا القوا فيها من مكان بعيد ايه؟ اذا القوا فيها وهي ايه تفور، سمعوا لها شيء. هنا الزفير وهناك الايه؟ وهناك الشهيق. واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. العذاب ده كله كمان مكان ضيق، يعني ما يعرفوش حتى طيب يقولوا ايه؟ انت الحكايه بتاعت يا ليتني كنت ترابا انا انذرناكم عذابا ايه؟ قريبا، يوم ايه؟ ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اهو هنا يدعو الصبور، يعني ايه؟ يدعو الصبور يناديه،
يقول واثبورا، يعني يا هلاكي تعالى ده اوانك، خلصني من اللي انا فيه. مش هيخلصني من اللي انا فيه الا ايه؟ الهلاك. ايوه ايه لك يعني. ولذلك يقول لك ايه؟ اشد من الموت الذي يطلب الموت، كفى بك داء ان ترى الموت شافيا. يبقى ده ايه اللي بتقول لا ده انا موت اكثر من كده؟ يبقى ده كبير قوي ولا لا؟ اهو هم يقولوا ايه؟ دعوا هنالك ثبورا. يقول لهم يا خبيثكم، هو انت تدعو ثبور واحد؟ ده انت تدعو ثبور وثبور وثبور، ده مساله مش هتنتهي. لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا ايه كثيرا، لان ثبور واحد ما ينقذكش. ولذلك عينادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون. نعم. وبعدين حبي بقى ايه يعمل المقابلات دي، لانك انت لما تحب تضايق واحد عامل شر اديله العذاب على الشر، وبعدين قرنه بالثواب بالخير، زي ما قال ان الابرار لفي نعيم وان الفجار فليضحكوا قليلا. لازم تجيب المتقابلات. أو لما جاب بقى سعير وشفيق وزفير ومش عارف ايه، وحيدعو ثبورا ومش عارف كل ده، قاله ايه اللي حصل تاني؟ قل أذلك خير اللي انتوا فيه دلوقتي، ام جنة الخلد التي وعد المتقون؟ قلوا لنا انتوا بقى احكموا معانا، هنرضى حكمكم. اللي انتوا فيه دي احسن ولا جنة الخلد اللي وعد بها الايه المتقون؟ شوف بقى النحرة. يبقى هو في عذابه شايف الخصم بتاعه، يبقى في ايه؟ لو كان عذابه ولا يشوفش الخصم بتاعه في نعيم تبقى يعني سهلة شوية، انما يبقى هو في العذاب دي، وبعدين يجي له يبكتوه ويقولوا له شوف النعيم بقى اللي فاتك شكله ايه. ولذلك احنا قلنا زمان ان ليه الصراط مضروب على متن جهنم وكلنا نعد عليه. ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يجعل لك من مرأى النار التي تمر عليها فوق الصراط، علشان تتذكر كيف أنعم الله عليك بالإسلام فنجاك من هذه النار. ولذلك الامتنان مش بس تدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى علشان يشوف النار بعين لترونها عين اليقين، هتشوفوها كده. انا بقول لكم عنها كلام دلوقتي، ربنا بيقول انا بقول لكم عنها خبر ان فيه نار وفيه كذا وكذا، انما انتوا هتيجوا تشوفوها ايه؟ عين اليقين هتشوفوها كده. تشوفها امتى؟ لما تبقى على الصراط كده وانت مردود. يا سلام بقى الاسلام نجاني من الحكايه دي، وبعدين انجو من دي واروح الجنه. ايه النعمتين الكبار دول؟ نجوت من عذاب واخذت ايه؟ واخذت ايثار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا يصيرون إليه. يبقى إذن لا تنظر إلى ما أنت فيه الآن، ولكن انظر إلى ما تصير إليه حتما. شوف إيه اللي هتصير إليه، تروح لفين؟ ليه؟ لأنك أنت لما تكون أنت موجود وجودك لحظة ووجودك مظنون، يعني يمكن ينتهي بعد شوي، لما تشوف انت هتصل الى ايه. ولذلك يقول لك اياك ان تدخل مدخلا الا ان تعرف الخروج منه. يعني ما تدخلش في حته الا لما تقدر انك ايه تخرج منها ازاي. نعم. قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون؟ وإلى لقاء آخر.